السلام عليكم، نتمنى دائما وانتم في احسن الاحوال. اليوم نقدم لكم الجزر معسل اللي كيجي لذيذ بزاف وطريقه سهله. عندي 20 غرام ديال الزبده و 60 غرام ديال السكر حبيبات ونصف كيلو ديال خيزو. خيزو غسلته وقطعته بهذا الشكل. انا عملت له هذه الطريقه ديال التقطاع باش نزين به الطبق ديالي. فانتم لكم الاختيار تعملوا لي اي تقطاع بغيتوا. عملته في كسرونة وغطيته بالماء. ما تعملوش الماء بزاف، غير غطيوه. سكر ثم الزبدة. بابي كويسون اللي غنتني بها الطريقة وغنتني طية الثانية على شكل مربع، ثم غادي نطويه بهذه الطريقه باش نحصل على مثلث، ثم نزيد نطويه، ثم نعمل له الطيه الاخيره. غادي نجيب الراس ديالو المنتصف ديال الكسرونه وغادي نقطع في الاخير. وغادي نحصل على دائره. وغادي نقطع الرأس ديالو. هاد العملية غادي تساعدني باش يطيب ليا الجزر
وبسرعة. ثم نشعل النار هادئة ونخليه يطهي. فكنتمنى تجربوا هالطريقة، فهي جد رائعة جدا. فلما طاب الخيزو تعسل وجلديه كما راكم كتشوفوا، واحد لاصوص ديالو اللي كتكون جديدة ومعسلة. وهنا زوقت اي طبق ديالي. عندي هنايا خيرة ديال الكبسة اللي قليتهم بالزيت، وفي جنبو درت الخيزو او الجزر معسل بهذه الطريقه. فنتمنى تعجبكم الوصفه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.